السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي قناة منوعات مغربي في اسطنبول. فيديو جديد على قناتكم قناة منوعات مغربي في اسطنبول. فيديو الليلة غادي نهضروا في واحد ثلاثة المواضيع مهمة. الموضوع الاول خطير وخطير بزاف، خاصكم تردوا منه البال. والموضوع الثاني غادي نهضروا فيه على الطريق كيفاش دايره هاد الايام. والموضوع الثالث غادي نجاوب واحد السيدة اللي قالت لي حشومه عليك اخويا كتفشلني وانا باغا نحرك. فغنبداو بالموضوع الاول باش ما نضيعوش الوقت، لا فيديو ما يهربش منا كما العاده. غادي نبداو ديكم دائما في المهم. فالموضوع الاول الخوت خطير جدا. انا عندي واحد لا فيديو كيتبارطاجا، راه كاين في الفيسبوك موجود، اللي بغى يقلب عليه ويشوفه، ديال شبان شباب مغاربه، واحد ثلاثه ولا اربعه الشباب كيبانوا في واحد الفيديو في واحد الدار في صوفيا بلغاريا عند واحد الخطاف. واحد الفيديو ما فيه ما يتشاف صراحه، يعني تشوفوه ما فيه ما يتشاف، يعني مغاربه تاكلوا العصا من عند بلغاريين، عند بلغاريين بالضبط ماشي عرب، عند بلغاريين تاكلوا العصا بالضبط. والسبب شنو هو؟ هاد الناس هادو داروا تسليمه، هاد الناس داروا تسليمه مع شي نصاب هنا في تركيا، ما عرفتوش شكون، واحد نصاب هنا في تركيا داروا معاه تسليمه، خلاو ليه فلوسهم ومشاو حتى نقطه التحميل. وهذاك النصاب عيط عليهم على الطوموبيل اللي غادي يديهم من بلغاريا، يعني كيعرف الناس هو تما بلغاريا، عيط عليهم وجاو داوهم وصلوهم للدار. ملي وصلوهم للدار سدوا عليهم في الدار، بقاو كيتسناو فلوسهم يوصلوا. داك النصاب طفى التليفون ديالو ما باش يصيفط لهم فلوسهم، فهما سجلوا داك الفيديو ديال التهديد باش يصيفطوه للعائلات ديالهم، اما يصيفط لهم الفلوس اما غدير لهم شي حاجه خايبه. صراحه فيديو ما فيه ما يتشاف الخوت، وواحد المنظر ما تبغيش لعدوك. عدوك هذا ما كنهضروش على اخوك ولا صديقك، فعدوك الخوت ما تبغيش، يعني بنادم تاكل الترفيق والضرب والقهر والاهانه والذل، قمه الذل والعار، وما خفيه كان اعظم، يعلم الله شنو دار لهم دوك الدراري. ف الدراري كلاو العصا بزاف، وهنا كيبقى المشكل ديال انك ما كتلقاش واحد كونفيونس اللي غدير معاه التسليمه. فاذا ما كانش شي واحد كونفيونس كتعرفو ديجا مساو معاه الناس، خدم معاهم رجوله، صافط لهم رزقهم، خلص لهم باي لهم المشاكل ديالهم، ما طيحهمش في كارثه. فهاد الدراري ما عندهم ساكن حتى شي ذنب انهم تاقوا في مغربي ولد بلادهم وابن جلدتك، وحاشا واش تكون مغربي، لان المغاربه الحرار ما تيكريسيوش خوتهم وما كيحطوهمش مثل هاد المآزق وهاد المشاكل هادي، يعني الخايبة. وهاد الموقف هذا خايب خايب بزاف. فأي واحد بغى يدير تسليمة الخوت يعرف لمن يعطي رزقه مزيان. بالنسبة يعني للتسليمة خصدار، وما الدراري راه تفكوا من بعد على ما سمعت، يعني الأخبار اللي تبعت، سولت حتى هنا الناس وكذا، وهذا حقيقة ديك الفيديو وكذا إلى آخره شنو وقع من بعد. قالوا بأن دخلوا شي ناس شي محسنين الله يجازيهم بخير، دخلوا بخيط أبيض وفكوا الجرة وصافطوا لهم شي مبلغ وقضوا الغرض وطلقوهم، ولكن بعد خرابي مكة كلاو العصا ديال بصح، ويعلم الله شنو وقع لهم لهاد الدراري. ف اي واحد غيدير تسليمه او لا شي واحد اللي ما عندوش الفلوس كيقول الله حتى يديوني لها، وغادي يصيفط لها عمي ولا خالي، وفي الاخر عمك ولا خالك تيخوي بك وكتصدق انت مشدود راهينا عندهم تما. هذوك الناس راه ما تيلعبوش في رزقهم، هذوك الناس انا نقولها صراحه ما تيتعداوش، هذوك لا بلغاريه ولا اي واحد ما تيتعداوش. جاو خدموا معاك الرجله، جابوا الطوموبيل، جاو هزوك داوك للدار وصلوك، اعطيهم رزقهم ما تيتفلاوش. غدرتي بهم درتي بهم ها ولا ها، راه كتغامر بالحياه ديالك، الحياه ديالك. انا اعي ماذا اقول وعارف اش كنقول، راه كتغامر بالحياه ديالك، تقدر تعرض لاي حاجه ممكن تعرض ليها تما. راه كيديوك شي شومبر ولا شي دار بعيده وكيسدوا عليك تمايا وكيبقاو عليك بالعذاب الاليم حتى كتجيب لهم فلوسهم، وتقدر تجيبها لهم مضوبله من بعد الا ما بغيتيش تجيبها فلوس. فالناس اللي ما عندهمش فلوس تسليمه مثلا ما واجداش ولا شي حاجه، وكيعول على خالو ولا عمو قال له سير توصل صوفيا وغنصيفط لك، ودار هذه القضيه، غادي يطيح في هذا المشكل. والناس اللي عطاو فلوسهم لاي نصاب هنا في تركيا ما تحققش منه، ما عارفوش فريمون هذا السيد راه كونفيونس وكيوصل الناس، راه غادي يطيح في هذا المشكل. وهذه من المشاكل الكبيره اللي يقدر يطيح فيها الانسان في التسليمه اللي هي كيتنصب عليك وتقدر تاكل العصا من الفوق. فيا ريت هذا السيد كان نصب عليهم وما جاب لهمش كاع الطوموبيل، فهمتي، نصب عليهم دار فلوس وما جاب لهمش الطوموبيل توصلهم لصوفيا باش ياكلوا العصا. فهذا تصب عليهم جوج مرات، يعني دير لهم فلوس وصافطهم فين ياكلوا العصا. ف لا حياة لمن تنادي، فما نقدر نقول اي كلمه من غير هذا السيد هذا اللي دالهم فلوسهم، هذا النصاب هذا ليك الله، الله ياخذ فيك الحق. انت حمار وشفار وحيوان وقليل الاصل وقليل الترابي وماشي بشر، وحاشا واش تكون بشر. فانتو هذا الموضوع ديال السيد هذا. ف الدراري انا جبت لكم هذا الموضوع غير باش يكون عبره، وتقدروا تسولوا وتقدروا تشوفوا الجروبات. راه هذا المشكل وقع تقريبا اكثر من سيمانه هذه، ما بغيتش نتطرق ليه، ولكن كان لازم نحضركم ونحضركم باش تردوا البال. بالنسبه للطريق كيفاش دايره هذه اليامات في بلغاريا الخوت، اقسم بالله الا حلوه سلسبيل، انا ما عمري شفت شي تيسار ميسرة. بالنسبه لصحاب التسليمات كنهضر صحاب التسليمه بلغاريا ولا الطريق اللي كيمشيو بلغاريا، ما عمري شفتها ميسرة بحال هاد ال 15 يوم الاخر.
اخر 15 يوم. جروبات اللي كنعرف انا شخصيا العدد ديال البشر ومنهم دراري اللي كانوا كارين عندي راهم وصلوا، بزاف ديال الدراري، بزاف ديال الدراري وصلوا. ما كاين عاد سليمه هز حط هز حط بنان في الفتره الكامب ديال سيربيا دابا حاليا عامر، واللي كيعرف شي واحد في الكامب ديال سيربيا راه غادي يعرف الدراري اللي كيعرفوني. يقولوا ما منوعات مغربي في اسطنبول في سيربيا راه كاينين عرام ديال الدراري تيعرفوني دابا وكاين اللي كيشاهدوني في هذه اللحظه هذه. ف الناس بزاف راهم وصلوا، راهم وصلوا. حاجه واحده اخرى، الناس اللي كيبغوا يتواصلوا معايا راه قلتها مرارا وتكرارا، انا ما عندي تعلق بهذا الدومين، الله يرحم لكم الوالدين، انا صانع محتوى، ما تعطيني ما نعطيك، ما تصيفط لي ما نصيفط لك، ما طلبت منك ما طلب مني، خليني بعيد وخليك بعيد. بغيتي تستافد هالمعلومات قلب على تسليم راسك، قلب على الكرار راسك، طلع دبر على راسك، انا كنعطيك معلومات وانت كمل من دماغك. بغيتي تستافد مرحبا، ما بغيتيش تستافد الله يسهل عليك، باش غتفرض عليا انا نصيفط لك المرتي او نتواصل معاك؟ انا ما كنعرف خطاف، ما غنوريك، ما نتحملش مسؤوليه واحد نقول لك سير عند هذاك عطيه فلوسك وتعطيه فلوسك غدا ينصب عليك تجي انا تشويني في القناه هنا خويا. خاطينا هذه المشاكل هنايا، ما تقول انا ما كنعرف، انا صانع محتوى، خليني صانع محتوى يرحم باك. الناس اللي كيطلبوا النمره كنعتذر، كنحبكم وكتحبوني، ما غاديش نعطيك النمره وما غاديش نتواصل معاك، وما عمر شي واحد نتحداه غادي يجي يقول تلاقى لعبد المذنب قال له عطيني ولا ما تعطينيش، ما تعطيني ما نعطيك اخويا. خليني في اتساع كنقولها فرونشمون قدام الناس كاملين، وهبطوا للتعليقات ورجعوا للتعليقات القدام، شحال من واحد طلب النمره ما كنعطيش النمره، ما كنعطي فيسبوك، ما كنتواصل مع حتى شي واحد، الله يجعل شي بركه. لا تلاقيت مع شي واحد صدفه في الميدان هنايا، كنتلاقى مع الناس شاك جور يوميا صباح وعشيه كنتلاقى مع الناس هنا. المنوعات اهلا خويا كي داير بخير صح على سلامتكم كذا طمنا خويا طن 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 ها كيفاش ها كيفاش الطريق كي داير هاد اليامات شنو دير شي نصائح كذا مرحبا طن طن طمنا حدي كيوصل معايا واش كتعرف شي واحد كونفيونس تسليمه كنقول له خويا ما كنعرفش سبق المي مرتاح انا ما كنبغيش ندخل هاد المشاكل اجي انت قلب اخويا شوف الدراري صحابك اللي وصلوا سولهم قلب على راسك اخويا الله يسهل عليك ما غنقول لك لا هذا فلان نصاب لا فلان ما نصابش انا ما بغيتش نتحمل المسؤوليه ديال حتى شي واحد فهمتيني كاين واحد كيتنصب عليه كتجي تقول له فلان نصب عليه غدا كيجي يشكي عليك هذا كتقلب على داك اللي تنصب عليه تيقول لك اخويا انا صافي راه تفاهمت معاه ولا تنضمنا كتصدق انت واحد مع هذاك النصاب خويا انا ما عندي ما ندير بشي مساءله قانونيه ولا متابعه ولا شي واحد يجي يقول كدير لي التشهير انا ما غنشهر حتى بشي واحد جي قلب على راسك اخويا هنا لا نصبوا عليك الله يعاونك الله يسهل عليك شغلك هذا وصلتي الله يسهل عليك انا لا علاقه بهذا الشيء فاش نحطوا النقاط فوق الحروف بالنسبه الطريق اليونان الخوت انا طريق اليونان صراحه ما عنديش تواصل مع بزاف الدراري في اليونان ولكن الاغلبيه اللي دازوا كيتشدوا اليونان شويه مزيره الاغلبيه كيتشدوا واللي ما تشدوش كيتشدوا في الاخر ديال 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 ديال, ديال اليونان وكيمشيو للكامبات كيرجعوا من تركيا وكيمشيو للكامبات دابا راه تزادوا الكامبات الخوت راه ما بقاش غير داك الكامب ديال كركلي كامب كركلي راه عمر قليل اللي كيمشي دابا لكركلي كاين واحد الكامب اخر في حدود ايران وكاين واحد الكامب اخر في ادانا كيقولوا في ادانا كيقولوا نيكاد دونك ثلاثه ديال الكامبات دابا حاليا اللي كاينين كاين واحد في الحدود ايران ما عقلتش السميه ديالو كاين واحد سميتو نيكاد كاين في ادانا وكاين ديال كركلي ثلاثه ديال لي كامب اللي كاين ابار لي كامب اللي كاينين هنا اللي معروفين هنا في وسط اسطنبول هادو خلاص كيكونوا ديال الخاص اللي كيتشدوه في وسط اسطنبول ديال المخالفين كاين السجن ديال مالطيب وديال توزلا معروفين هادو الخوت فهذا الشيء اللي كاين هنايا في لي كامب حاليا هذا من جهه اخرى الخوت واحد السيده كانت تواصلت معايا هنا خلات لي ميساج قالت لي خويا انا شفت الفيديو اللي درتي على الهجره ديال البنات وكنت ناويه نطلع وانت فشلتيني اخويا وانا عندي باغي نطلع مع ولدي عنده 5 سنين وراني مرضت وكذا ومليت وكذا اختي انا كنقدر الوضعيه ديالك الاجتماعيه والماديه وكنقدر التدمر اللي راك مدمره فيه وحنا كاع مدمرين اكثر منك بحالك قاعد ولا كيشوفوني دابا هنا في هذا الفيديو هذا راه مفوتين كاع الصبر دارجه لا عيالات راه كنا مفوتين على الصبر الا من رحم ربي اللي يسر عليه الله ولا في شي خبيزه مزيانه الله يسهل عليه خاصك تعرفي بان الوضع راه كلشي مدمر وكلشي شاد الدقه ومكمدها وصابر اقسم بالله الخوت لو كانت الطريق ساهله ومضمونه هنا من تركيا سواء على اليونان ولا على بلغاريا والله لا بقى شي واحد في المغرب اقسم بالله لا بقى شي واحد في انا كنقولها كنقسم لك بالله لا بقى شي واحد من غير الحكومه ما غيبقى حتى شي واحد باش نكونوا واقعيين حتى الناس اللي عندهم الدخل المادي متوسط ولا لا باس به هما براسهم غيلقاو الطريق محلوله كون مشاو فخصنا نعرفوا بان الطريق راه صعيبه ملي كنقولوا الطريق صعيبه اختي راه صعيبه على مالي المستاج والشلاغم وصحاب الحياه فما بالك العيالات دابا انت مراه وعندك دري في 5 سنين ونقولوا كاع بغيتي ديري التسليمه راه ما كايناش شي فرقه كيكذبوا عليكم اخويا راه ما كايناش شي تسليمه اللي ما غاديش تضرب فيها الرجل ما كايناش هادوك اللي كيقول كاجي مونطيك في باطو ولا رموك ولا انت الدري عندك 5 سنين فين باغا تديها اختي
فين ما غادير؟ وانت براسك كدريه كدريه وما كنصحكش تجي، ولا جيتي ردي البال راسك يكون معاك خوك عمك خالك شي واحد يحتاج شي واحد يرد لك البال شي واحد يوقف معاك راجل في الطريق. اما تجيبي معاك دري عنده 5 سنين اختي وتجي تشدي على الطريق هذه راكي بحال اختي. انا ما عندي غرض، انا بنادم كيجيب له الله ملي كنقول ليها ودي راه الطريق صعيبه وكذا طمنا كيجيب له الله بحال انا ما بغيتوش يمشي ولا بحال انا اللي حاكم تركي ولا شاد السوارس ديالها. انا راه غير نصيحه، مالا لو شوا والقرار النهائي كيبقى ديالك انت. غادي تلقى مع نصاب اخرين في الفيسبوك يقول لك طلع يا اختي راه جوج دملي ولا ثلاثه واجي نديك، فهمتي؟ انا ما عنديش مشكل فهمتي، ولكن ما كاينش اللي غيقول لك هذه الهضره. غادي تصلي بواحد اخر اختي تلقاه في الفيسبوك ناشر كان دي ولا عراقي سوري مغربي كيف ما بغى يكون. غادي تصلي بواحد اخر يقول لك طلع يا اختي مرحبا كاينه الطريق وكذا طمنه وغينصب عليك في السما اختي بحال كيفاش كيقلبوا. فاختي انا ما نفرج لك انا الورد ولا كذا، انا ما شادكش لا انت ولا غيرك، انا ما شاد حتى شي واحد، انا ما كنفشل حتى شي واحد. اللي بغى يطلع الله يسهل عليه. انا كنقول الطريق صعيبه كنعطيك معلومات، ولا كنقول الطريق صعيبه راه ماشي كنقول الطريق صعيبه ما بغيتكش تمشي، لا بغيتك تعرف بان واش انت قاد على الطريق ولا ما قادش عليها. الا قاد عليها طلع مرحبا بك، انت كتكون مسبقا عارف بانه هذا الطريق راه فيها كضرب حتى لك انت غدير تسليمه او ما غدرب 5 ايام 6 ايام بالرجل. ومن المخاطر اللي كاينه انه ممكن يضربوك العسكر، ممكن يضربوك البوليس، ممكن يحيدوك التليفون، وممكن يحيدوك رزقك وغترجع وتبهدل شي شويه وتكرفص الى اخره. وكاين احتماليه انك تمشي لواحد الكامب من الكامبات، وفديك فاش كتمشي للكامب كيكون عندك جوج ديال الشوار، يا غتجيب لهم باسبور ويدولوك الترحيل يا غادي تدوز من 6 شهور حتى العام. دابا راه ما بقاش كاع 6 شهور، الناس راه خامجين في الكامب 9 شهور، كاينه من 9 شهور حتى العام. دابا عاد كيطلقوك انت وزهرك ويعطوك واحد الخرطيه، اذا جبتي لهم باسبور كيرحلوك في ظرف 15 حتى شهر، هذا 15 يوم حتى شهر. دونك هذا قانون، ماشي انا اللي كنقولو، ماشي انا اللي كنجيبو، هذا واقع، علاش نخبيه عليك؟ فهمتيني؟ الايجابيات راه حنا عارفينهم، الايجابيات راه تمشي لاوروبا تزوج شي زهره، ولا غادي تمشي تخدم، ولا دير شي كونترا، ولا دير الفيلا الطوموبيل، الله يسهل عليك. انا ما غنصوركش الحياه الورديه ونبقى عليك في الايجابيات، انا راه اهم حاجه هي السلبيات تعرفهم، ملي كتعرف السلبيات وتكون مستعد باش تواجههم، طلع اخويا الله يسهل عليك. انا ما شادش السوارس ديال تركيا، وما شادش السوارس ديال الحركه، وما غنمنع حتى شي واحد ما غيطلع، وما غنقول حتى شي واحد نوض طلع تحرك. انا كنعطيك الواقع اللي كاين هنا، وانت كتيماجيني ودير انت لي كومباريزو ديالك والمقارنات ديالك، وكتشوف واش مسلكك هاد الطريق ولا ما مسلككش، سويفو الوضعيه اللي انت فيها، سويفو الفلوس اللي عندك. وكنقول شحال مره جيب معاك الفلوس، يكونوا عندك الفلوس في كارطيشي ولا كذا، لان الفلوس كدير الطريق في البحر. الا ما عندكش فلوس كلامك مسوس. فكيجيو الناس هنايا ما عندهم والو، عندهم فلوس ضربه ولا جوج، وما عندوش حتى فلوس الكرا وكذا، واحد الوضعيه كارثيه. وهضرت في هذا الشيء، ورجعوا لي فيديو القدام الخوت، هضرت في هذا الشيء تعيت، هضرت في هذا الشيء تعيت. واخويا الله هذا الغالب الله هذا لا. فاللي اللي بغى يفهم هضرتي بان انا كنفشل، اخويا اعتبرني كنفشل، اعتبر انا غنتقبلها منك، اعتبرني كنفشل. الناس اللي كيعرفوني مزيان واستافدوا من النصائح راه دازوا من هنا ووصلوا وسهل عليهم الله، ولكن كانوا كيتبعوني وعارفين هاد الطريق شنو فيها وطاحوا، ماشي مشكل طاحوا مره وطاحوا جوج، كاين فيهم اللي طاحوا ثلاثه وعاودوا رجعوا لقاو داك الشيء اكزاكتومون اللي صورت لهم في الواقع هو اللي طاحوا فيه، نفس المشاكل نفس كذا، وكانوا موجدين على الاحتياطات، مخلي فلوس طاكسي، مخلي كذا، مامن على باسبورو، عارف الطريق كيفاش داير، تن 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 تن، مرتبك ما لقى حتى شي مشكل، جات طلع تركيا النورمال، رد البال من الشفاره، رد البال من كذا، حدا راسو كيدخل مع المغرب مع العشاء كتلقاه في الدار، بعد على صحاب الشراب، بعد على الشمكاره، بعد على كريساج، بعد على كذا، بخير طق جا جايب واحد السيستم، عنده واحد السيستم باش غيعيش في تركيا وباش غيتادابت مع الوضعيه ديك المده اللي غيجلس هنا، وكيفاش غيتعامل مع الطريق، وكيفاش غيتعامل مع الظروف الصعبه والقاسيه، وكيفاش غيتعامل مع الاخفاقات الى جاو، وبالتالي استافدوا وحولوا ديك الطاقه السلبيه لواحد الطاقه اللي هي بوزيتيف، وكملوا وسهل عليهم الله ووصلوا وسي صرافي. فهاد الطريق هادي الخوت لو كان كانت مضمونه 100% راه والله حتى واحد ما يجلس في المغرب. هاد الطريق فيها واحد 10 20% ديال الامل، كيجيو الناس يتحاربوا على ديك 20% وكيوصلوا، ماشي كلشي كيوصل، ولكن اخوتي اللي مكتبه ليه الله فان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ولا ربي عارف بان عندك الخير في اوروبا غيوصلك لاوروبا، انت كدير المحاوله، ولا ربي ما كتبلكش هاد الطريق هادي عارف بان راه منعك من شي حاجه خايبه، ولا شي قرينك حلف ديك اوروبا كانت غتوقع لك. فما تقلق ما حتى شي حاجه، شديتي في الكامب ما تقلق ما حتى شي حاجه، خصك تامن بالقدر خيره وشره، ماشي انت الى خيره مزيان راه دزت وكذا وهذا راه مزيان، ونبقى نعاود للناس راه الحركه زوينه والطريق مزيانه، ولا ما دزتش نبقى نقول ولا وكذا ودي الموت والعذاب، وراك انت عارف كاين الموت والعذاب ما نبقى هضره خاويه هذيك، ما نبقاوش نحوروا الامور اصاحبي. الله يرضي عليكم بنامي، يطلع شويه النيفو الخوت، الله يرضي عليكم. فاختي الله يرحم لك الوالدين، الا بغيتي تمشي انت ولدك راه ما غاديش نحبسك انا، ولدك عنده 5 سنين راك باغي تقتليه في هذه الغابه هذه، فهمتيني؟
انا ما غاديش نسميتو ما عندي حتى شي هدف انا باش نحبسك ولا بغيتي تطلعي اختي راه ما كاينش غير حبسك قطعي البيه قطعي الباسبور ديالك واجي طلعي واش انا معرض لك في المطار باش ما تطلعيش انا والله ما نكذب عليك انا قلتها وعاود نقولها ونعاود نقولها الطريق صعيبه عليك انت وولدك اختي وولدك عنده 5 سنين بزاف اختي مازال انت بوحدك كما قلت لك وكان معاك شي واحد كابابل وكذا وهذا وتكوني عارفه السلبيات ديال الطريق راه ما كاينش ديك اللعبه ديال ما كاينش المشيه راه التسليمه براسها فيها 500 5 ايام ديال الطريق واليونان بالرجل فيها 25 يوم ولا 22 يوم وبلغاريا بالرجل فيها 22 يوم ولكن انت حازق راه تبقى تضربها بالرجل حتى يغفر لك الله الذنوب ورجليك غادي تنشطر كاين اللي تقطعوا ليه الصباع كاين اللي تدبروا ليه كاين اللي يجمدوا ليه رجليه بالبرد فوقيت البرد كاين اللي تحرقوا ليه رجليه كاين اللي طارت ليه الجلده كاين اللي طاروا ليه الضفار الله يستر الطريق راه فيها العذاب ما نكذبوش كونوا واقعيين ولكن كتبغي الرجال رجال رجال صبار كتبغي الناس اللي مدوزه تا زوفريت مدوز تكارطيا ما عندوش مشكل مع الطريق فحراق غرايبو غادي يدمر على صور الله يسهل عليه غادي يوصل باذن الله باذن الله وبجهد الله ولكن انا خصي علم الامور خير من جهلها الناس راه كاينين في الفراغ دخلوا الفيسبوك دخلوا ديروا مجموعات الهجره في الفيسبوك غتلقى 1000 مجموعه غتدخل دير القنوات دير هنا روشيش في يوتيوب دير الهجره من تركيا الى اوروبا ولا الى اليونان ولا بلغاريا غتلقى 1000 يوتيوبر كيهضر قليل في هاد اليوتيوبر هادو اللي كيهضر لك على السلبيات والتماره والدكديكه والتسخسخه اللي كاينه في الطريق الاغلبيه كيبغي يموتيفيك ولكن كيموتيفيك بالكذوب ما عمر الكذوب كان موتيفياسيون ما عمر نشجعك انا بالكذوب قال لا ما تخافش راه ما كاين والو راه الدريات وصلوا راه كلشي كيدوز واجي راه الطريق محلوله وراه ما عندهم ما يديروا الكره كذا لا خويا كاين وكاين ايجابيات وكاين سلبيات كاين اللي طنط انت وزهرك فهمتي بغيتي تلعب على شويه لا شونس ديالك طلع توكل على الله راه لو كان كانت الطريق ساهله راه ما غيبقى حتى مغربي في المغرب الجزائر كامله غتخوى تونس شمال افريقيا كامله ديال شتي افريقيا وكامله غتجمع غتولي في اوروبا وكان كانت الطريق من تركيا ساهله اما يكذب عليك حتى شي واحد افريقيا كامله 99 دوله من الدول الناميه حتى مواطن ما غيبقى غيبقاو الحكومات مع بعضياتهم يلعبوا الكارطه من الاخر فانا جيتكم من الاخر الخوت كان هذا هو الفيديو ديالنا الى عجبكم بارطاجي لايك ابوني نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله